بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء، نحييكم من جديد ونتواصل مع انطلاقات أشواطية هذا المساء ضمن تحديات سن الحول والزمول. يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوط أيضا الختام، شوطنا الثالث عشر الذي خصص للإبكار أو للحول المحليات الأصايل. تسير هذه الذلل مشاهدين الأعزاء الباحثة عن ناموس هذا الشوط. نسير إلى المقدمة مباشرة، إلى المركز الأول والصدارة الأولى اللي تحتل المقدمة في هذه اللحظات، هذه الشاهينية بشعار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم بقيادة حمد بن خميس الغويس اللي يضمرها ويتابعها في عملية التضمير والتدريب، بينما النقلة إلى المركز الثاني أتابع الانطلاق من الجانب الآخر اللي تتقدم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. هذه متواجدة هقوة بشعار صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويضمرها ماجد بن محمد البريس المري اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث لأتابع الوصول من قبل هملولة بشعار هجن الرياسة، يقودها الظافر علي بن يمي اللوهيبي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما النقلة إلى المركز الرابع. المركز الرابع هذه تتقدم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر الغرنة، يتواصل في عملية تضميرها وتدريبها، بينما ننتقل إلى المركز الخامس وهادي مياسة بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منان اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما النقلة إلى المركز السادس لأتابع الشاهنية بشعار هجن العاصفة غيات الهلالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز السابع اللي تتقدم وتتدخل مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات على المركز السادس أماسي تتقدم بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية تضميرها، بينما في المركز السابع عالية لهجن البشاير عبيد بن محمد الوهيبي يتولى عملية تضميرها، بينما النقلة إلى المركز الثامن ليجد هنا الوصول من الدهمة بشعار سمو الشيخ دياب بن زيد بن محمد آل نهيان وصادق فضل الأمين اللي يتولى عملية تضميرها. أما في المركز التاسع هذه تتقدم وتأتي في هذه اللحظات الحقة بشعار هجن الرياسة وعلي بن يمي الوهيبي يتولى عملية تضميرها. أما في عاشر المراكز متواجدة هذه هي مشاهدين الأعزاء الشاهنية لهجن العاصفة ويغودها ولهجن الرياسة ويغودها في عملية التضمير والتدريب المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، متابعي قناة دبي ريسينج ومتابعي القنوات الناقلة لأحداث هذا المهرجان في هذا المساء، وفينا لحضراتكم العشر المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط، بينما أسماء قوية أراها وشعارات قوية بالفعل كذلك بعد العشر المراكز الأولى. عودة من جديد، عودة إلى البداية، عودة إلى المركز الأول. الله الشاهنية على المقدمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مضمر الغرن، يتواجد فيصل بن طالب بن شريم المري يتواجد على البداية على المقدمة، بينما تأتي هنا الشاهنية بشعار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم بقيادة مشاهدين الأعزاء حمد بن خميس الغويص السويدي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما هجن البشاير تتقدم هنا لتقدم لنا عالية اللي تبحث عن المستوى العالي عن المكان العالي من خلال زيارتها لهذا الميدان وأيضا دفاعتها في هذا الشوط.
الشوط ما شاء الله. هجن البشاير ايضا عالية تعود ملكيتها، وايضا منها السيد عبيد بن محمد الوهيبي اللي يتولى عملية تضميرها، بينما النقلة الى المركز الخامس. وهذه هي الشاهنية، الشاهنية لهجن العاصفة، يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير مع المركز الرابع، بينما النقلة إلى المركز الخامس. وفي خامس المراكز أماسي، أماسي غادمة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما يتدخل مع المركز السادس شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر اليماني، ويتولى عملية تضميرها وتدريبها سعيد بن سالم لينيبي اللي يقود في التضمير، بينما في المركز السابع، في المركز السابع اللي وصلت اللي تقدمت هذه هي مياسة، مياسة بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها المتحدي سالم بن سعيد بن منانه من يقودها في عملية التضمير، بينما في المركز الثامن اللي وصلت الشاهنية، الشاهنية لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتولى عملية تضميرها، بينما النقلة التالية الى المركز التاسع، واشوف في تاسع المراكز هذه تتقدم ندى، واول ندى لندى بالفعل اللي تحتل المركز التاسع بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقودها في عملية التضمير، بينما في المركز العاشر، في المركز العاشر تتواجد هناك وتنطلق اللي هي ايضا الحق بشعار هجن الرياسة، يقودها الظافر علي بن يمي اللوهيبي في عملية تضميرها وتدريبها. هكذا مشاهدين الكرام أو بين لمسامعكم هذه الأسماء مع مسيرة شوط الختام في هذا المساء، والعودة، العودة من جديد، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى. ما شاء الله، الشاهنية، الشاهنية هي المسيطرة بشعار مؤسسة هجن العاصفة، ها هي تتقدم لتقدم لنا الشاهنية، أو الشاهنية اللي مسيطرة على البداية الأولى بشعار هجن العاصفة، غياث الهلالي من يتابعها في عملية التضمير والتدريب، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني متواجد الشاهنية، الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها فيصل بن طالب بن شريم المري. يلا يا إخواني، حزام الغابات، منطقة حزام الغابات اللي نذكر بها المضمرين في جميع أشواطنا بالفعل. هذه الشاهنية بالمركز الثاني، النقلة التالية إلى المركز الثالث، وهذه هي الشاهنية كذلك بشعار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد المكتوم، يضمرها مشاهدين الأعزاء حمد بن خميس لغويص السويدي، ما شاء الله وتبارك الله، بينما اليماني، اليماني قادمة، قادمة بشعار أبو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها سعيد بن سالم لنيبي أبو أحمد، هنا يركز في هذا المسار، يركز في هذا التحدي المثير، بينما تدخلت الشاهنية في المركز الخامس، عينها، عينها هناك إلى المركز الأول في هذا المسار، تتقدم بشعار هجن العاصفة، غياث الهلالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما أشوف، أشوف الأسماء القادمة اللي واصلة في المركز السابع اللي تتقدم بهذه اللحظات، هذه هي تتقدم وتاتي هملولة، هملولة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد انهيان، يمعة بن عتيج بن شسلة الرميثي، يلا يا المحترف، الأسماء قادمة والشعارات واصلة، وهناك واصلة في هذه اللحظات، بينونة 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 بشعار سمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد انهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتولى عملية تضميرها، وفي المركز التاسع اللي وصلت اللي تقدمت الشاهنية، الشاهنية لهجن زعبيل، هجن زعبيل قادمة، وراشد بن محمد بن مراشد المتألق، يلا يا المتألق، الله، وعاشر المراكز، في المركز العاشر هناك وصل مشاهدين الأعزاء شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب، المتعب الصغير سعيد
او اللي وصلت في هذه اللحظه شراره 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 تقدمت بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري هو اللي وصل، ولكن هنا الكيل الاخير الكيل الاخير خلاص يا مضمرين. الشوط وين الشوط وين سيتجه سيتحدد مصيره؟ ما بين هاي الاسماء، ما بين الشعارات الغويه، هذه المؤسسات الغويه، ولكن الشاهينيه لا زالت المسيطره لا زالت المسيطره على البدايه الاولى لاجن العاصفه. غياث الهلالي هنا يتابعها في عمليه التدمير، بينما اليماني غادمه مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يلا يا ابو احمد روح الله وياك سعيد بن سالم الينيبي، ولكن الشاهينيه لاجن زعبيل، هذه المؤسسه الخطيره، هذه الشعار الخطير، ما شاء الله وتبارك الله. راشد بن محمد بن مروشد يقود الشاهينيه في التغمير. الله 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 الله، المعركه الاخيره، الشاهينيه اليماني الشاهينيه الله، ولكن الشاهينيه راحت وانطلقت الى البدايه الاولى. الشاهينيه لهجن العاصفه، غياث الهلالي يسير بناموس هذا الشوط. الله الله، خلاص خلاص خلاص، يبدي السباق وينتهي تهانينا والناموس لهجن العاصفه، والتهنئه لغياث الهلالي على فوز الشاهينيه وانتزاعها لناموس هذا الشوط اليماني. وصلت المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشاهينيه لهجن زعبيل، رابعا وصلت هملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، المركز الخامس كان الوصول من شراره بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام شاهدتوا منافسة هذا الشوط، وها هي مشاهدينا الاعزاء ايضا الشاهينيه تتالق بناموس شوط الختام ب 12 دقيقه 24 ثانيه خمسه اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه والتهنئه لغياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار. بينما وصلت في المركز الثاني اليماني ب 12 دقيقه 25 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئه لابو احمد سعيد بن سالم لينيبي. بينما كان الوصول من الشاهينيه في المركز الثالث لهجن زعبيل 12 دقيقه 25 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن زعبيل، والتهنئه لايضا المضمر المتالق راشد بن محمد بن مروش. التهانينا والناموس للجميع.